السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أشد معاناة الحروب هي الضحك على الشعوب باسم المعونات. اسمع معي، للقناة العربية نشرت خبر عن توزيع 29,000 دجاجة بياضة على محافظتي الضالع وإبة اليمنية بعدما نهبوا المليارات من اليمن ولا زالوا ينهبون. ها هم يقسمون الفتاة على الشعب. أي أشد سخرية من هذا الخبر؟ اسمع معي. سوف أسرع إعلان الأمم المتحدة عن توزيع 29,000 دجاجة بياضة في محافظتي الضالع وإب في اليمن كمشروع لتحسين الدخل ومساعدة الأسر الأكثر ضعفا. أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أعلنت أنها وزعت الدجاجة على 2,900 أسرة ضمن الاستجابة للأزمة في اليمن لدعم سبل العيش والحد من انعدام الأمن الغذائي الحاد وإنقاذ حياة الأسر الأكثر ضعفاً.